طيب تعال نشوف الريجستر اللي اسمه يو سي اس ار بي. يبقى كده احنا قلنا اليو دي ار وقلنا اليو سي اس ار اي. اليو سي اس ار بي 7 بت برضو، واضح ان كل بت مع نفسها. بت رقم 7 اسمها ار اكس سي اي اي، اللي هي ريسيف كومبليت انتربت انيبل. بيقول لك رايتنج ذيس بت 1 انيبلز انتربت في الار على الار اكس سي فلاج. الار اكس سي فلاج اللي احنا اتكلمنا عليه فوق، صح كده؟ جميل جدا. فلو كتبت واحد هنا، لما الار اكس سي فلاج هيبقى بواحد وانا حاطط واحد في البت دي، كده الانتربت هيشتغل. طبعا الراجل هيفكرنا بالجيت بتاعه الانتربت، لازم 3 حاجات تحصل عشان ادخل الانتربت بتاع الار اكس. ايه هما؟ اول حاجه ان يكون حاطط واحد في البت دي، تاني حاجه ان الار اكس سي فلاج يكون اترفع بواحد، تالت حاجه ان الجلوبال انتربت انيبل او الاي بت في الاي في ار يكون بواحد. الثلاثه دول لازم يتحققوا عشان خاطر اروح ادخل الانتربت بتاع مين؟ بتاع ال ار اكس سي. جميل جدا. نفس الكلام في التي اكس سي اي اي واليو دي ار اي اي. ايه الثلاثه دول؟ الثلاثه دول انتربت بيتس، بحط فيهم واحد عشان اشغل انتربت، احط فيهم زيرو عشان اقفل الانتربت. الار اكس سي اي زي ما قلنا بيرسبوند للار اكس سي فلاج، التي اكس سي اي اي بيرسبوند للتي اكس سي فلاج، واليو دي ار اي اي بيرسبوند لليو دي ار اي فلاج. طيب جميل جدا. البت الرابعه الريسيفر انيبل. احنا عرفنا ان في اليو ار انا ممكن انيبل الريسيفر، انيبل الترانسميتر، انيبل الاثنين او اديسيبل الاثنين. لو حطيت واحد في البت دي في الريسيفر انيبل يبقى انت شغلت الريسيفر، حطيت زيرو يبقى انت قفلت الريسيفر. يبقى بيقول لي رايتنج ذيس بت 1 انيبل ذا يو ار ريسيفر، ذا ريسيفر ويل اوفر رايد نورمال بورت اوبريشن فور الار اكس دي بن. مش انت كده كده البن اللي اسمها ار اكس دي دي كانت اي او بن، كانت انبوت اوت بن اصلا. قال لك لو انت حطيت واحد في ريسيفر انيبل فهي مش هتبقى اي اوبن، انا هاخدها ليا عشان نسيب عليها الداتا. Disabling the receiver will flush the receive buffer invalidating the FE DOR will PE flags. ايه دول؟ دول الثلاثه ايرور فلاجز. وطبعا الثلاثه ايرور فلاجز كلهم بيشتغلوا على الريسيفر، صح كده؟ فبما انك مش مشغل ريسيفر فالفلاجز دول مش هتشتغل. طيب الترانسميت انيبل بيقول لي رايتنج ذيس بت 1 انيبل اليو ار ترانسميتر، خلاص فهمناها. ترانسميتر ويل اوفر رايت نورمال بورت اوبريشن، نفس الكلام. لما تشغل ترانسميتر والبن اللي اسمها تي اكس دي مش هتبقى بن اي او دي، هتبقى البن اللي بنترانسميت عليها الداتا بتاعت اليو ار. ذا ديسيبلينج اوف ذا ترانسميتر ويل نوت بيكم افكتيف انتل اون جوينج اند بيندنج ترانسميشن ار كومبليتد. ودي حته مهمه. الراجل بيقول لي ايه؟ تصور كده انت كنت مشغل الترانسميتر وجيت في النص كده حبيت تقفله، يقول لك انا مش هقفل الترانسميتر غير لما الداتا اللي في الشيفت ريجستر تفضى والداتا اللي في اليو دي ار تفضى، لازم اكون بعت كل الداتا اللي عندي وبعد كده هقفل الترانسميتر. يبقى بيقول لي ذات از وين ذا ترانسميت شيفت ريجستر اند ترانسميت بوفر ريجستر دو نوت كونتين داتا تو بي ترانسميتد، وين ديسيبلد ذا ترانسميتر ويل نو لونجر اوفر رايت التي اكس دي بن. يبقى بيقول نفس الكلام، انا مش هقفل الترانسميتر الا لما يكون اليو دي ار فاضي بتاع الترانسميشن والترانسميت شيفت ريجستر فاضي. بعد كده عندي حاجه اسمها اليو سي زد 2. طبعا البت دي هي اكستنشن عشان في منها يو سي زد 1 ويو سي زد 0. اوكي جميل جدا. تعال نشوف البت دي بتقول ايه. بيقول لي ذا يو سي زد 2 بت كومبايند مجموع مع اليو سي زد 1 و0 بت في اليو سي اس ار اي سيتس ذا نمبر اوف داتا بيتس كاركتر سايز ان ذا فريم ذا ريسيفر اند ترانسميت. يعني الثلاثه بت دول يو سي زد 0 1 و2 هم اللي بيحددوا لي انت هتستخدم كام داتا بت، 5 6 7 8 ولا 9. بيقول لك عشان تشوف تفاصيل اكتر هتلاقيها في الريجستر اللي اسمه يو سي اس ار سي. اوكي بعد كده عندي حاجه اسمها ريسيف داتا بت 8 وترانسميت داتا بت 8. لما كنت فكر معايا كده انا قلت لك ان الداتا بتاعتي ممكن تبقى 9 بت، صح؟ طب هو الريجستر بتاع الريسيف كان كام بت؟ ريجستر الريسيف اللي هو الار اكس سي اليو دي ار ريسيف ريجستر كان 8 بت. الله، طب انا لو هبعت 9 بت داتا البت التاسعه دي هتبقى فين؟ مكانها هنا اهو. يبقى لو انت هتبعت 9 بت داتا المفروض انك تريد البت التاسعه من البت دي. لو انت انا اسف، لو انا هستقبل 9 بت داتا المفروض ان اريد البت التاسعه من المكان ده. اما لو انا هبعت 9 بت داتا فالمفروض ان احط البت التاسعه اللي انا عايز ابعتها في المكان ده. طبعا نادرا ما بنلاقي حاجه شغاله 9 بت يعني، لكن لو انت هتشتغل 9 بت يبقى ال 2 بيتس دول هم اللي هنستخدمهم في الريسيف. هستخدم البت دي، هقرا 8 بت من الريسيف ريجستر عادي واجيب البت دي التاسعه، وفي الترانسميت هستخدم البت دي، بمعنى هحط الداتا بتاعتي في الترانسميت هناك عادي واحط البت التاسعه هنا.
وخلي بالك دي حاجه مهمه برضو لازم نلاحظها، قال لك لازم الراجل ده يحصل له ريد قبل اليو دي ار، ولازم الراجل ده يحصل له ريد رايت قبل اليو دي ار. يعني ايه؟ هو انت لو شغال 9 بت يبقى في عندك 8 بت في اليو دي ار، سواء انت بتريسيف او بترانسميت، صح؟ لازم تحط البت التاسعه قبل ما تحط الداتا اللي في اليو دي ار ال 8 بت التانيين، او تريسيف البت التاسعه قبل ما تريسيف ال 8 بت الباقيين من اليو دي ار.